في الجزء بتاع الكيوردز المفروض ان انا بشتغل طبعا على الكلمات اللي احنا طلعناها في شغلنا كاي سي او والكلمات اللي احنا اشتغلنا عليها قبل كده في شغلنا على الجزء بتاع الاي سي او. طب تعالى هنا نشوف المفروض ان احنا شغالين على ويب سايت، نحط لينك الويب سايت ونبتدي نكمل علشان نحط الهيدلاين. ضروري جدا تكون فاهم ان الجزء بتاع keywords لازم يكون related بالهيدلاينز اللي انت المفروض بتكتبها، تمام؟ طيب تعالى هنا نشوف بعد كده الديسبلاي بوث هنا المفروض مثلا هيكون ايه؟ والله انا المفروض real estate في تمام بكملها عادي جدا real estate عشان اكمل الجزء بتاع اللينك بتاعي. ومن الافضل طبعا ان انا احط فيها اسم البروجكت نفسه او اسم المشروع. طب في الجزء بتاع الهيدلاين بركز فيه جدا جدا لان ده جزء مهم وده اللي بيشد الكلاينت. والله احنا المفروض بنتكلم في الجزء بتاع الانفستمنت، انا بدور على ناس المفروض ان هي تحط انفستمنت، ده اللي شغالين عليه من بدايه شغلنا خالص. والله يبقى هنا استثمارك الامثل، استثمارك الامثل في العقارات، تمام؟ اغتنم فرصتك في الاستثمار العقاري، تمام؟ طبعا الكلام ده لازم يكون ريليتد زي ما احنا قلنا هنا، فعشان كده هنشوف ايه الحاجات اللي احنا المفروض نشتغل عليها في الجزء بتاع الكيوردز، تمام؟ هنا المفروض في نقطة، خلينا بس نحط الجزء ده نشوف هنا، تمام؟ المفروض عايزين نشيل فرصتك في الاستثمار. طب خلينا نقول استخدم فرصة، تمام، الاستثمار العقاري، استخدم فرصة الاستثمار العقاري. هنا خلينا نشوف ايه المشكلة، اسعار المفروض شقق العاصمة الإدارية الجديدة، تمام؟ خلينا نشوف بقيت 34 أسعار شقق العاصمة، تمام؟ خلينا نشيل الجديدة، تمام؟ خلينا نشوف في الآخر علشان تمام لازم زي ما قلت تكون الهيدلاين ماتشنج مع الكلام. ضروري جدا ان كلمه بور دي ما تظهرليش، ضروري جدا ان بور دي ما تظهرليش. طب انا مش عايزها تظهر لي، بيديني بوينتس مهمه عشان اشتغل عليها واخلي بالي منها علشان اشوف النتائج، بفضل اعدل في النتائج دي لحد ما كلمه بور تبتدي تشتغل معايا بشكل معقول، وبشوف البراندات براند نيم، ابتدي ادخل اسم البروجكت، ابتدي ادخل سيليكشن في ارقام بوينتس المفروض ان انا كلمات شوب اونلاين وباي وما الى ذلك، الكلمات بتاعت الباي اونلاين، تمام؟ يعني مثلا ممكن هنا نكتب اشتري، تمام، شقتك في العاصمه، تمام، واحده من السجست اللي مكتوبه عندنا هنا في الجزء ده، تمام. طيب خلينا نقول طبعا كل حاجه من دول اول ما تشتغل وتعلم معاك المفروض ان هي هتطلع معاك في النكست وتكمل معاك. طب جزء الديسكريبشن هنا المفروض ان انا عندي فور ديسكريبشن المفروض ان انا بشوفهم وبشتغل عليهم، تمام؟ المفروض ان انا عندي فور ديسكريبشن المفروض ان انا ممكن اشتغل عليهم. طب الديسكريبشن هنا قلنا الاستثمار الامثل الان مع ماونتن فيو العاصمة، فور اكزامبل مثلا، او لا خلينا نقول هنا نعدل كده، يعني
سمورك الآن في العاصمة. الآن في العاصمة عن الإدارية مثلا في كومباوند، أو برضو عايزين من الحاجات المهمة لو أنا حطيت اسم الكومباوند الأول كده كومباوند دي جويا العاصمة الإدارية أفضل استثمار ليك. تمام، هي مثلا نقول هنا الاستثمار ليك ولأولادك يبقى اختيارك مشروع العاصمة جوية. خلاص انت اشتغلت على النقط دي وكملتها وحطيت الاوبشنز بتاعتك، وطبعا هتفضل تشتغل على الجزء ده لحد ما تخليه مشفور علشان تسيلكت كل الاجزاء دي، تحط هيدلاينز مختلف اكتر، تحط انكلود للكيوردز في الهيدلاينز، وتميك الهيدلاينز اليونيك المختلفه، وطبعا الديسكريبشن يكون مختلف تماما، وتمشي على الخطوات زي ما بالظبط متاح معاك في الأجزاء دي علشان بعد كده تكمل الجزء بتاع الاكستنشن وتكمل شغلك على الجزء بتاع الإعلان والفاينل الإعلان.